بسم الله الرحمن الرحيم. الاخوة الاحباء اهلا بحضراتكم في فيديو جديد. بالامس كانت محاكمة المجرم القاتل محمد عادل، مجرم القاتل محمد عادل اللي قتل المرحومة نيرة اشرف امام جامعة المنصورة، امام بوابة توشكا بجامعة المنصورة. طبعا القضية اللي هزت الرأي العام ولا زالت بتحظى باهتمام كبير جدا. المحاكمة طبعا كان معادها او كانت امبارح، النهاردة الاثنين، انا بكلم حضراتكم النهاردة الاثنين. المحاكمة كانت بالأمس الأحد 26 يونيو 2022، وطبعا المحاكمة دي حظت باهتمام كبير جدا 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 داخلي وخارجي، يعني داخل مصر وخارج مصر. عدد كبير جدا من الناس كانوا بيتابعوها عشان يشوفوا بقى الأخ ده وهو بيتكلم لأول مرة أمام هيئة المحكمة. طبعا هو اتكلم كلام كتير جدا جدا، وطبعا في ناس كتير جدا تداولت الكلام ده، وصحف ومواقع الكترونية، لقطات من المحكمة، تحليل الكلام ده كله. فانا يعني ايه، ممكن لن اتي بجديد في هذه الجزئية، ولكن انا هتعرض للموضوع من وجهة نظري انا الشخصية. طبعا هو المجرم القاتل محمد عادل حاول بكل ما اوتي من قوة، حاول بكل قوته ان هو يبرأ نفسه او يظهر نفسه في شكل الضحية او دور الضحية، يلعب دور الضحية، وان نيرة هي المجرمة او هي المذنبة، يعني او هي من تسببت في احداث هذا الامر لنفسها هي واهلها. يعني هو حاول ان هو يغير الصورة. المفروض ان احنا عندنا هو القاتل فهو الجاني، وعندنا ضحية اللي هي نيرة. هو حاول يعكس الصورة او يعكس الآية، فيصور نفسه ان هو الضحية وان المذنبة هي نيرة واسرتها. وحاول بقدر الامكان اثناء المحاكمه نلخص لحضراتكم يعني النقاط او ابرز النقاط اللي جت في هذه المحاكمه، وبعد كده نعلق عليها بشكل سريع. المحاكمه طبعا والفيديوهات بتاعتها موجوده طبعا ملء السمع والبصر. زي ما قلت لحضراتكم عدد كبير جدا من الاشخاص كان بيصور، صحف الكترونيه ومواقع كتيره جدا نقلت الموضوع، وبالتالي الفيديوهات موجوده، ولكن انا بتعرض للموضوع دلوقتي من وجهه نظري. هو طبعا حاول زي ما قلت لحضراتكم بقدر الامكان ان هو يعني يحطها في كورنر المذنبه وليس الضحيه، ويحاول ان هو يشوه صورتها بكل ما اوتي من قوه. الكلام ده ممكن يكون هو اعده، ممكن يكون الدفاع بتاعه يعني قال له يقول كده او حاجه زي كده، ولكن عموما طبعا هو يقول ما يقوله، يعني هو حر ان هو يقول اللي هو عاوزه. ويمكن دي كانت مقوله والد نيره رحمه الله عليها، ان هو يقول اللي هو عاوزه، ولكن هل الكلام ده حدث ولا لا؟ يعني احنا بنحلل مع بعض بالعقل. طبعا اهل نيرة عشان برضك ايه، قبل ما استرسل في الكلام مع حضراتكم، نفوا كل الكلام اللي قاله المجرم محمد عادل جملة وتفصيلا. قالوا كل الكلام اللي قاله كذب، لانه قال كلام في منتهى الخطورة صراحة، يعني او حقيقة قال كلام في منتهى الخطورة. طيب ابرز بقى يعني النقاط اللي جت في اعترافاته او في كلامه امام المحكمة. القاضي طبعا زي ما قلت لحضراتكم هو حاول يصور نفسه بموقف الضحيه ويشوه سمعتها والكلام ده كله. ففي سؤال من ضمن الاسئله اللي هيئه المحكمه بتسالها له، رئيس المحكمه بيسالها له، بيقول له ايه مفهومك عن الحب يا محمد؟ فطبعا هو ارتبك. طبعا هو طبعا كانت حالته يعني ايه، هو كان عنده ثبات انفعالي، ولكن كان بيقوم احيانا ببعض الحركات العصبيه زي انه يرفع ايده ويعمل كده يعمل كده، حركات بعض الحركات اللي يعني طبعا اكيد هو في وضع طبعا في توتر شديد يعني، ولكن هو كان متماسك، كان عنده ثبات انفعالي، كان بيرد بمنتهى القوه وبمنتهى الحزم عادي جدا ما فيش اي حاجه. فلما سياده القاضي او رئيس المحكمه بيساله ايه هو مفهومك عن الحب يا محمد، فبيقول له يعني ايه مفهومي عن الحب؟ قال له يعني اللي يحب حد يقتله. فقال لا، الموضوع ده، الكلام ده يعني ده الكلام اللي بيقوله اهلها. هو قال كده، الكلام ده هو الكلام اللي بيقوله اهلها، ولكن انا ما كنتش عاوز الامور توصل الى هذه النقطه او الى هذه المرحله. وطبعا راح واسترسل بعد كده وبدا يحكي عن علاقته، قال ان هم كانوا على علاقه ببعض، وان هي كانت قريبه جدا منه، وانه هو كان بيصرف عليها، هو كان بيصرف عليها. انا اقول لحضراتكم الكلام وبعد كده ممكن نحلله. وان هو كان بيصرف عليها، وان هي كانت بتحكي له مشاكلها ومشاكل عائلتها، وان عيلتها كانت على علم بالعلاقه بينهم. وقال كمان نصا انا كنت بصرف عليها ومش مخليها عايزه حاجه. هو قال كده ان هو كان بيصرف عليها وان عيلتها كانت على يعني علم بهذه العلاقه اللي بتربطها.
وقال في رده على سؤال موضوع هل اللي يحب حد يقتله، قال طبعا لا، ولكن انا ما كنتش عاوز الامور توصل لهذه الطريقه، ولكن اللي زعل لما يكون انت بتحب حد فيستغلك ويقل منك ويضحك عليك الناس. يعني هو برضه بيحاول ان هو يضع مبررات للجريمه اللي ارتكبها. وبيقول بعد كده ان والدتها وعيلتها بعتوله يعني بلطجية عشان يخوفوه، عشان يعني لا يقترب منها او ما يقربش منها، وان هو كان عاوز ينتقم منها ولكن ما كانش الانتقام اللي في دماغه بهذه الصورة او بهذه الطريقة، ما عرفش، ولكن هو اقدم على هذه المرحلة. وبيتكلم ان هو لما شافها في الباص اللي هو كان نقلهم ليه الجامعة، قال ان هي كانت عمالة تبصله وتضحك، تكلم صاحبتها وتضحك، فاتعصبت واتضايقت وقلت لها تستاهلي. يعني هو قال كده في قرارة نفسه، تستاهلي بقى كل شوية تبص عليا وتضحك وتكلم صاحبتها وتضحك، فانا اتضايقت وهي ما كانتش تعرف ان انا معايا سكينة. انا بقول لحركه ابرز ما جاء في اعترافاته. طبعا القاضي لما بيسأله بيقول له انت ندمان يا محمد؟ قال له ايوة انا ندمان عشان اذيت اهلي، وكان المفروض، لكن المفروض ان امها هي اللي تتسأل عن الكلام ده، لان هي السبب في كل اللي حصل. هو برضو بيحاول ان هو يعني يحط والدتها في الصورة ويقول ان والدتها هي المسؤولة عن كل اللي حصل. المحكمة لما بتسأله ازاي انت عملت الجريمة دي، يعني يوصف كده الجريمة، برضو هو توتر شوية ومبقاش عارف يرد، ولكن بعد كده يعني بدأ يجمع كده وقال انا بدأت اضرب فيها، مش فاكر، بس هي كانت قدامي وانا ضربتها بالسكينة. بدأ يضربها بالسكينة طبعا زي ما شفنا في الفيديو الشهير. طبعا المحامي بتاعه طلب ان هو يتعرض على طبيب نفسي لبيان مدى قواه العقلية، ولكن طبعا الموضوع ده تقريبا حسم، يعني لان هو واضح طبعا من سياق كلامه من حديثه ان هو متماسك جدا. والمحكمة كمان سألته انت في كامل قواك العقلية، فهو رد وقال ايوة انا في كامل قواي العقلية، ما عنديش اي مشاكل عقلية من اي نوع. بيقول طبعا برضو في سياق كلامه عن نيرة ان هم كانوا على علاقة قوية جدا ببعض، وان هو هي كانت بتستغله واعتبرته مرحلة في حياتها. هو قال كده ان هو اعتبرته مرحلة في حياتها عشان خاطر توصل لحاجة معينة، وان استغلته ماديا وعاطفيا، وبعد كده سابته وبدأت انها تتنكر له وبدأت تبتعد عنه، فالموضوع ده اثار حفظته، وان هو حاول يتودد ليها اكتر من مرة، حاول يعرف ايه سبب ابتعادها عنه، ولكن هي ما كانتش مدياله بالبلد كده ريق يعني. فطبعا هو قرر او اختمرت في ذاكرته او في نفسيته نية انتقام من نيرة ونية قتله. طبعا احنا يعني سمعت لحضراتكم او قلت لحضراتكم ابرز بجاء في هذه الاعترافات، برضك عشان يبقى الكلام اوقع، عشان يبقى الكلام اوقع، وزي ما انا دايما بقول صورة ابلغ من الف كلمة، نشوف مع بعض هذا الفيديو الخاص باعترافات محمد عادل وهو بيعترف امام هيئة المحكمة. كل الاسئلة اللي انا قلتها او الحاجات اللي انا حكيتها لحضراتكم في الجزء السابق من الفيديو هنشوفها هو بيقولها بنفسه، هيكون الافضل ان تسمعوا منه هو بنفسه بيقول ايه. نشوف مع بعض كده وبعد كده نرجع نحلل مع بعض سريعا كل اللي قاله بقى او مجمل الكلام اللي قاله. كنت نزلت وراه مش فاكر، هو بس انا ضربتها اللي هو مش فاكر، بس انا كانت هي قدامي وضربتها بالسكين. طيب كانت قدامي وانا ضربتها. طيب سيدي محمد، هل انت نادم؟ انت نادم ندمان يا محمد على قتلها؟ ندمان طبعا، لان انا في الاول وفي الاخر اذيت اهلي طبعا واذيت طيب يا محمد يعني هل ما كنتش حابب الموضوع يوصل لكده؟ بس يا فندم لو جيت للحق المفروض امها هي اللي طب هسيبك من الموضوع دلوقتي، تتساءل عن الكلام ده وتقول ايه السبب. اسمعني اسمعني، ايه مفهوم الحب عندك يا محمد؟ انت شايف الحب ايه من ازاي؟ بمفهوم باي طريقه يعني انت شايف الحب ازاي؟ انا بحب واحده لازم اخد ياخدها يقتلها؟ لا انا الكلام ده اللي بيقوله اهلها. انا بسالك انت، انا بسالك انت اللي بتقوله بقى. لا نعم، ما هو بيقول لك يوم متجوزين بيسيبوا بعض
مش الكلام ده. نعم. لكن طيب انت بتحب بيزعل ان انت تبقى كويس مع حد والحد ده يستغلك يزعل واللي يأثر في الواحد اللي انت تبقى كويس مع حد ما عملتش معاه حاجه وحشه والحد ده هو اللي يستغلك ويضحك عليك الناس ويقل بيك ويبهدلك وكده. بس انما الحب ما قبلنا وبعدنا حبه وهيحبهم وعليها مش مشكله. يعني مش لانها طبعا دي كانت ابرز التصريحات او ابرز يعني النقاط اللي جت في اعترافات المتهم انه كان بيصرف عليها، انه ما كانوا على علاقه قويه جدا ببعض، وان هي خدته سكه للوصول، وان هي كانت بتستغله، وان هو كان بيصرف عليها، وان هم كانوا على علاقه ببعض وفي صور وحاجات بينهم تؤكد انها كانت بتبعت له صور وحاجات زي كده. وقال كلام في منتهى الخطوره، قال ان في احد المرات هي هربت من اهلها وراحت مطروح، وان والدها طلب منه ان هو يعني يرجعها او ان هو يكون او يساعد في استرجاعها او رجوعها مره ثانيه لاهلها، وان اهلها كانوا على علم. انا بلخص لحضراتكم برضو سريعا ان اهلها كانوا على علم بهذه العلاقه، وان هي بدات ان هي تتنكر له بعد كده بعد ما خدت منه اللي هي عايزاه، وبدات تبتعد عنه وبدات يعني تتريق عليه وتهزقه وتهينه، وان يوم القتل او يوم قتلها كانت موجوده في الباص وكانت عماله تبص عليه وتكلم صاحبتها وتضحك، فهو حس بنوع من الايه؟ من الاهانه. طبعا هو يقول اللي هو عاوزه، انا بقول لحضراتكم اللي هو قاله. وطبعا قال ان انا مش ندمان، هو ندمان ان هو ضيع اهله او تسبب في كده اهله، ولكن والدتها هي المفروض هي المسؤوله وهي المفروض هي المجرمه وهي اللي تتحاسب وهي اللي تتحاكم وكلام من هذا القبيل. طيب ده يعتبر ابرز الكلام اللي جه في المحاكمه. هو طبعا بيقول ان هو كانوا على علاقه ببعض وعلاقه قويه وهي خليته سكه للوصول. طب توصل لايه؟ انا ما اعرفش، هو ما قالش يعني ايه اللي ممكن هو يقدمه لها عشان خاطر انها توصل. بنعرف مثلا ممكن واحده دخلت في علاقه مع حد، هنحلل بقى الكلام بتاعه سريعا كده. لما واحده بتدخل في علاقه مع واحد عشان توصل، بيكون الشخص ده عنده قدره انه يوصلها لموضع معين، لمركز معين، يعني واحد مسؤول كبير، واحد مثلا يعني بيع من اصحاب الثروات الضخمه، منتج، مش عارف، حاجات يعني على حسب رغبه كل واحد وعاوز يوصل لايه. فبيدخل في علاقة معينة مع حد هو بيشوف ان الشخص ده هيقدر يوصله، لكن هي كانت واخداه سكة للوصول. للوصول لايه؟ هو ما حددش يعني انت هتوصلها لايه، او يعني ايه الحاجة اللي انت ممكن تديها لها بحيث انها توصلها لمنطقة معينة. انت لسه شاب صغير في مقتبل العمر وطالب، لا انت راجل مسؤول ولا انت راجل مليونير ولا راجل مثلا من اصحاب النفوذ، طب هتوصلها لايه؟ دي نقطة. النقطة الثانية بيقول ان انا كنت بصرف عليها، انا كنت بصرف عليها وبصرف عليها كتير. طيب والدتها طبعا طلعت ونفت هذا الكلام جملة وتفصيلا، قالت ان الكلام ده ما حصلش وبتاع، وطبعا وقالت يعني بتصرف عليها ازاي، بتصرف عليها منين. انا برضو بضم كلامي او صوتي لصوت والدتها. احنا بنسال دلوقتي او بنتعامل مع الموضوع بالعقل. اولا هو من اسره يعني متوسطه الحال، يعني اسره مش غنيه، يعني مش راجل مثلا مليونير او بلياردير يعني بحيث ان هو الاموال تكون موجوده عنده وهو لسه شاب صغير فيبعزقها يمين وشمال. هو راجل يعني راجل يتيم، طبعا والده متوفي من هو لسه صغير جدا، ووضعهم المادي يعني مش قوي، يعني اسره متوسطه او تحت المتوسطه. والده التنيره بتقول ان احنا وضعنا افضل منهم بكتير، يعني افضل منهم ماديا بكتير. طيب انت كنت بتصرف عليها ازاي؟ بتصرف عليها ازاي ومنين؟ يعني انت راجل لا يزال حتى لغايه النهارده بيتصرف عليك، طب انت كنت بتصرف عليها؟ يعني انت كنت بتاخد الفلوس من والدتك عشان تصرفها عليها؟ وايه مفهوم المصاريف؟ يعني كم الفلوس اللي انت صرفتها عليها يجي قد ايه؟ يعني بتصرف عليها الوفات مثلا كل يوم؟ طبعا الكلام ده كلام فارغ. وزي ما قلت لحضراتكم نرجع تاني لوالده نيره، قالت ان نيره نفسها هي اللي كانت بتشتغل، فهي عايزه تعكس الصوره، يعني عاوزه تقول له كده بالداري كده ان هي اللي كانت بتصرف عليك مش انت اللي بتصرف عليها، او انها ما كانتش حد محتاجه حد يصرف عليها لان هي كانت بتشتغل. احنا عارفين طبعا انها كانت بتشتغل موديل وكانت كده، فكانت بتحصل او في دخل ليها، لان نيره رحمه الله عليها كان لها دخل، وبالتالي طبعا موضوع انه كان بيصرف عليها انا ما اعرفش ازاي.
طبعا هو بيتكلم على موضوع ان هو كان بيحبها وكان عاوز يرتبط بيها وان هم كانوا على علاقة ببعض وعلاقة ممتدة والكلام ده كله. طبعا اهلها نفوا هذا الموضوع جملة وتفصيلا. القصة طبعا زي ما حضراتكم عارفين يعني احنا مش محتاجين نتكلم فيها. طبعا الواقعة ثابتة صوت وصورة، يعني هو حتى توصيف النيابة العامة لما هيئة المحكمة طلبت من النيابة العامة ان هي تتلو قرار الاحالة، طبعا هم قالوا في قرار الاحالة ان دي جريمة قتل مع سبق الاصرار بعمدي او بشكل عمدي، جريمة قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد. فكل الظروف المشددة اللي انا شرحتها لحضراتكم في فيديو سابق الخاصة بتشديد عقوبة القتل والتي تصل الى عقوبة الاعدام موجودة بشكل قطعي في الموضوع ده. هو طبعا معترف وهو قال تفصيليا وهو صور الواقعة وانا قدمت لحضراتكم فيديو عن تمثيله لهذه الواقعة، فالموضوع يعتبر موضوع محسوم بشكل كبير جدا جدا جدا. ولكن طبعا المحكمة عشان لا بد ان يأخذ المتهم ضمانات داخل المحكمة، ضمانات لازم ان هو يقف ويقول اللي عنده حتى لو كانت الواقعة ثابتة. من وجهة بعض نظر بعض الناس طب ليه ما تعدموش على طول؟ ما ينفعش، لازم يكون في محاكمة، دي اجراءات قانونية لابد ان تتم، ولازم يكون في محامي، وانا قلت هذا الكلام قبل كده، والمحكمة لازم توفر كل السبل للمتهم عشان خاطر يعترف او يقول كل ما في وسعه. النهاردة المحكمة عملت تصرف كويس جدا، خرجوه من محبسه طبعا في وسط حراسة وقال له تقدر تتكلم وانت واقف ولا جاب لك كرسي؟ قال له لا، فراح جايب له كرسي هو وبعد كده جاب له مية عشان يشرب. طبعا كل ده في اطار التهدئة النفسية للمتهم عشان خاطر المحكمة لما تسأله يبدأ ان هو يقول او يتكلم او يذكر التفاصيل بشكل واضح وبشكل كامل. طبعا الواقعة واقعة مأساوية زي ما انا قلت وجريمة بشعة، والمفروض يعني ان الجلسات بتاعتها من واقع يعني اللي انا يعني وصلني او اللي انا شايفه مش هتبقى كتير، لان هو يعتبر في الجلسه دي قال كل حاجه، هو شرح ايه اسبابه ودفوعه وطبيعه علاقته بيها وايه الاسباب اللي خلته، وحتى مثل حتى بالكلام كده قدام هيئه المحكمه ايه اللي تم فيه يوم ارتكابه للجريمة، ان هو شدها وبدأ ان هو يطعنها وبعد كده قام بذبحها. يعني هو حتى مثل بالكلام ايه اللي تم بالظبط في هذه الجريمة. زي ما قلت حركه دي كان ملخص كده، ملخص يعني دي اهم النقاط اللي قالها في المحكمة، دي اهم النقاط اللي قالها في المحكمة. وطبعا هنشوف بقى الجلسات الجاية ايه اللي هيتم فيها، وزي ما قلت حركه ان احتمال كبير ان الجلسات دي ما تطولش ازيد من كده، يعني مش هيبقى في اكتر من جلسه او مش هنمتد مثلا لعشرات الجلسات، يعني احتمال يكون في يعني عدد محدود جدا من الجلسات خلال الفتره القادمه، وبعد كده الموضوع ينتهي او يصدر حكمه. وزي ما قلت بعد كده هم اكيد هيطعنوا بالنقد، وطبعا النقد برضه هياخد في سكته فتره من الزمن زي ما انا وضحت لحضراتكم في فيديوهات سابقه، لان محكمه النقد محكمه واحده على مستوى الجمهوريه وبتفصل في عدد كبير جدا ومهول من القضايا، فطبعا هو هياخد دور زيه زي غيره. يعني هنتابع مع بعض اجراءات المحاكمه خلال الايام القادمه، واي جديد ان شاء الله هوالي حضراتكم بيه، وربنا يقينا واياكم كل الشرور، اللهم امين يا رب العالمين. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.